انت مع ام ضد فكره انه القهاوي محلوله في النهار في سيدي رمضان؟ لا انا ضد، لانه نحن دوله ولله الحمد مازلنا مسلمين، والمساله ما تعرف كلها حرب ديانات، ما نحبوش بلادنا تغزى باسم حريه الضمير، خاطر كون جات ثم حريه الضمير راه بامكانها الانسان باش يصبح مسلم يولي مسيحي يولي يهودي، واش به كل الابواب مفتوحه الا باب ضمير الانسان لم يتطرق الى دراسه اليهوديه كباب مفتوح مثل ما هو الكنيسه هذيك مفتوحه والجامع مفتوح مثلا. اذا باسم حريه الضمير يعني يا تكون حريه الضمير كامله يا تكون ما هيش اداه نتاع استبلاه الناس. اي ما خويا انت تعرف اللي الوضع ديجا تعب شويه بحكم الكونفينمون والكوفيد وكل، معناها برشا من جماعه المقاهي اللي هما مش يتضروا في الموضوع. اي صحيح لا محاله، هذه عندك فيها الحق، انما كذلك مش بتعله المسائل هذه نلقى روحنا طحنا في مساله اخرى خطيره الا وهو التسيب في المجال الديني. احنا مازلنا مسلمين وبامكاننا ثم عندنا عده حلول في بلادنا، معناتها لو كون فعلنا صندوق الزكاه في وقته ما كناش نلقوا مشكله كما هكا، راهو لقينا حل نعوضوا لهم الناس هذوما ونعطوهم فلوس. اما للاسف لان كما كنت نحكي لك حرب ديانات فاحنا هنا نخوضوا فيها بدون اسلحه. فهمتك. اي ما خويا فما شكون عنده قهوه يخلص في الكريم تاعها يصرف على العائله نتاعو، معناها كيف باش تكون؟ معناها انت تقترح اقتراحات اخرى نجموا نلقاو بها حلول؟ هو احنا مستعدين اغلب الناس بما انه نحونا 1% الموظفين وديما الدركة تاعها على الموظفين، نزيدوا نحو 1% للموظفين ونعوضوا به القهاوي مثلا، هذا حل من باب التآزر في رمضان. هذا حل وينجم يسكت الناس كل باذن الله وينجم يرضيهم الناس كل. اما انه بتعله معناتها مساله الكوفيد فنعرفوها، وان هذه حرب كامله، ما هيش حرب، ما هيش صدفه، هي حرب بين القوى العظمى الكوفيد هذه، بما انه يحق تو في مساله وانه تسرب من مخبر، اذا فهي تابعة الحرب نتاع القوى العظمى، من يدفعوش ديننا ما يدفع ثمنها، لانه باش كان تسيب المساله هذه احنا باش نخسروا برشا حاجات في بلادنا. ديجا استاذ انت ترى اللي بريسك المقاهي محلوله في النهار اكثر من الليل، ديجا في موجودة اول مره ديجا موجوده يعني. ثم برشا مقاهي موجوده، هي من قديم الزمان موجوده مقاهي تحل وتعمل طريف. واش بالنسبه هذه نتاع السنة معناها؟ ترى اللي ارتفعت النسبه هكا ولا هو مرتفع فعلا لا محاله. انا نعتبر روحي ماريش حتى قهوه، ماشي على روحي نعتبر روحي ماريش حتى قهوه، بحكم انه معروفين ثم القهوه هذيك والقهوه هذيك يعملوا طريف جرايد ويخدموا وربي بق الستر على الناس، واحد يقول مريض واحد يقول انا حر في حياتي. صحيح. اما كان باش ندخلوا عده المسائل شخصيتك معناها وانت شنو ترى الراء الله غالب، هذاك الحل الوحيد، ما عندهمش حل اخر، المهم يحترموا غيرهم. هكا حرام انا قهوه محلوله وعبد متعدي ما تجيش، فما واحد يبدا صايم متعدي معناها نحترمه، انت مش ضد اي نحترمه معناها ستره، انت طالب بالستره. تو فما قهوه غاديك محلوله قدام العباد، العباد متعدي والقهوه محلوله ما يجيش بالحق، على الاقل يسكروا البيبان معناها، فهمت؟ معناها جهار نهار، معناها نهار محلوله ودخان، واحد وواحد يتعدى صايم مثلا يبدو هو جعان يستنى وقتاش تقال الفتر ولا محشش، يبدا محشش على سيجار وعلى شيشه على حاجه كاستاي، فهمت؟ تعدي يشوف قهوه الاخر راكش دخان ويكلم في صاحبته واحد ما يجيش، فهمت كيفاه؟ اها ما يجيش هكاك نرمي الماء على الاقل كيمشي مولا القهوه كيمشي يحلها يدخل العباد ويسكر، خلي الباب مسكر، فهمت كيفاه؟ تا واحد عمل لي قلت له وري لسانك، عمل لي ها بعد مشى نطفني القهوه فاتر وقلت القهوه انا في بيتي لوج عليه، فهمت كيف؟ يعني يكذبوا على ربي وعلى عباده، يكذبوا على ربي وعلى عباده، هذه هي معناها مقوله يكذبوا على ربي وعلى عباده، يكذبوا على ربي ربي يطفينا والله. معناها انت ضد هذه الفكره كونكريت؟ ما يجيش حرام، ما يجيش على الاقل كنت تحب هكاك اسطر بالستر امشي في داركم امشي، ما يجيش قدام الناس كليك. تو فما برشا عباد تو عادي تجي قدام الناس تبدا شده كسكروت ولا شده دخان تبدا كيف قدام الناس كليك، لهنا قبليك عرفني واحد يمشي هكاك قدام العباد الكل، قدام العباد الكل الكلوشار مشلط لهنا وماشي سيجار ويمشي هكا ما يجيش هكاك. في الحوم الكل محلول القهوة بالله، والله في حومتي انا خاصة في المرسى محلول وحتى في خطيب اختي عنده قهوة حال حالها زاد حالها، قلت خطيب اختك راهو مانيش لو كان يسمعك راهو خليه يسمع، عندك مشكلة معايا تفضل البطحة موجود باهي. وانت صايم ولا فاتر؟ انا عندي حرابس تاع الاعصاب نشرب فيها. معناها انت فاتر فاتر
عندك عذر معناها؟ عندي عذر. توا اللي فاطرين اللي من غير عذر شنو تقول لهم برامج؟ بالله يسيب عليكم برا وصوموا على رواحك، اما المريض وما يقدش ربي شويه. لا انا ما عاد فكره هذيا، لازم العباد تخدم على رواحها، على خاطر فما برشا عائلات ما ينجموش يعيشوا صغارهم. ينجموا يلقاو حلول اخرى. ما يلقاوش حلول، قد ايه عندنا من قهوه مسكره؟ تفرج شوف. قداش عندنا من عائله بلاش ما تدخل معناها. فهمتني؟ معناها انت مع فكره فتح المقاهي؟ فتح المقاهي مع الالتزام بال بال بالبافيت. بافيت والجيل والميزان اللي يقيسوا به السخانه في الباب وكل شيء، معناها تاخذوا الاجراءات الصحيه اللازمه وحل القهوه على روحك وكها. معناها انت تشجع على الافطار معناها؟ تشجع الفطاره معناها انت تحب؟ ما فما حتى قلق، قي ما فما حتى قلق، فما عباد مرضى، عباد يعلم بها ربي. ما نحكيوش على عباد المرضى، ذيك عبد سمح له ربي بالموضوع. ما ينجمش يسيم عادي، شنو المشكل؟ احنا نحكيو على الفطاره عادي اللي لابس عليهم، ما ينجمش اللي هما ارتفعوا معناها نسبه الفطاره ارتفعت بصفه مهوله الحاليه. ما عندهمش حتى حل، فما عباد ما تنجمش تسيم، عباد تكيف، عباد على اعصابها، عباد فهمتني؟ معناها اي انسان يتكيف ويحشش على الدخان يمشي يفطر. باش تعمل له انت ديننا سامح؟ انت مسلمه؟ اكيد. وانا مسلمه وكلنا مسلمين. اي انا مسلم. وانت موجود في ديننا ما هو سيدي رمضان ولا موجود في كبرنا عليه ولا لا؟ اي كبرنا عليه. عليك كبرنا ولينا ما عادش نعرفوه برشا. ما عادش تعرفوه برشا خاطر ديجا تونس ما عادش تعرفها بالكدا. هاو علاش؟ معناها خاطر البلاد ما عادش تعرفها. كي دولتها كي كل شيء كل شيء. فهمت. كل شيء. هذا عليه انت مع فكره حل قهاوي خلي العباد تخدم على روحها، اللي يصيم يصيم روحه، اللي يفطر يفطر روحه، بينه وبين مولاه. علاقته بينه وبين مولاه، اما خلي العباد زاد تخدم على روحها. اما فما حل اخر، لانه احنا نطالبوا بحل المقاهي في الليل. هكا العباد تصوم في النهار. الدوله لا تحل لا في النهار لا في الليل، سامحني معناه. ايش باش يعملوا معناه؟ النداء شنو هو النداء اللي تحب تقوله؟ ما سيبوا لنا البلاد شويه، نحيوا علينا الكوفر فو، نحيوا علينا تسكير القهاوي والريستورانات. كورونا في النهار كهو في النهار كهو، لا الكورونا نتاعنا تحوس من 5 نتاع الصباح لل 7 نتاع العشيه. ما تخدمش في النهار كورونا، راهي متوردبك تخرج كورونا، عيب عايشه اختي. كما قال رئيس الحكومه المره اللي فاتت يزيونا المقالات على الفيسبوك، هاو الكورونا تخرج كان في الليل برك. ايوي الكورونا تخرج كان في الليل برك، والكورونا تخرج كان عندنا نحن برك في تونس، على الشعب برك تخرج سبحان الله. عبير موسي ما تخرج لهاش الكورونا، المشيشي ما تخرجلوش الكورونا، قيس صعيد يحوس الستة نتاع الصباح. العباد اللي عندها البوفوار ما خرجتلوش الكورونا، كان احنا خرجت لنا سبحانك يا ربي، هي تخرج لنا لينا احنا ويحبسونا نحن وهما اللي يضربوا.